فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلبة العلم إنه لا ينبغي لأحد أن يقول أنا سلفي، لأن في هذا تزكية للنفس، فهل ما يقول إذا كان يقول هذا من باب تزكية نفسه لا يجوز هذا، نعم. أما إذا كان يقوله من باب البيان لأنه بين أحزاب وجماعات مخالفة ويتبرأ منهم ويقول أنا سلفي أنا على منهج السلف من باب البراءة، هذا طيب، نعم.